بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن بحول الله تعالى وبتوفيق من لدنه سننسج على منوال ما سبق الحديث عنه، وهو ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. وغلبية من يدعون الإسلام ما لا تنطبق عليهم هذه الحقيقة القرآنية. والدليل هما أدلة اليوم علم تعب ما جاي يجي من شوية مال ينسى علاقته بالرحمن ويسقط لما سقط في قارون السيء السمع. ناخذ الناس اللي نسميهم أعراب، البعض منهم روي عن قصة كان محورها أعرابي جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا القول الذي بعد ترجم إلى أغنية. قول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه بالأرض، المسجد النبوي الشريف. فطاب من طيبهن القاع والأكل، أي أعظم الكريم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته. شوف شوف العقيدة، هذا تقدير الرسول عليه السلام. واش صلع؟ قالوا صلع من صلع؟ كيف عفيكم من وحدتكم؟ قالوا صلع. أنت هذا يعني أعربي وأنت في قمة الحضارة اللي هي قرار وعموم. أنت الشفيع، لو فعلا أنتم تعتبروا شفيع لا قدرتم كما حظ على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بكثير من الآيات الكريمة. الأعراب يوم اللي ينادي رسول الله كان ينادي بسعبه أو يغرض القول أو يضع يده في عنق النبي عليه السلام ويقول له اعدل، يعني هذا وذاك. أعلى عنا توا الجامعين وعند أصحاب ها وهم يعني نهار كل هم يستعدون مهاراتهم الكلامية، وهم دائما في قعر السلم اللي أعلاه من قدر الله قدر وقدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأسفله من تعرفه. أنا كثرت من الكلام. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، حتى تبدأ أنت تزل قدمك. إذا كان شفعت فيا وفي أمثالي ليعتقدون أنك الشفيع الأول بعد الرحمن، أنا حتى لو زل قدمي بحضور شفاعتك في لحظة معينة أنجو من الزلات التي بقيت لي من أثناء عبوري الصراط. ما الصراط حق، ومن لم يؤمن بالصراط فهو يرجى روحه بالنسبة إلى الإيمان. وصاحباك، شو الأدب. أنا بدأ قوله بذكر النبي عليه الصلاة والسلام بما يتميز به على كل أنا. بعد وصاحباك عليهم الرضوان قال شو أما احنا نقول أدبا فلا أنساهما أبدا، يعني هما عاشراك وآمن بك وزاد عنك فأنا أحترمهما، وصاحباك فلا أنساهما أبدا. من السلام عليكم ما جرى القلم وبعد انصرف. بعد الراوي يقول راى نبينا عليه الصلاة والسلام في المنام. شوفوا مش غايب عنا الرسول عليه السلام، فيقول صلع كانوا يقول يقضي الآية. يا عتبي
الحق العربي، الحق العربي، وبشروا بأن الله تعالى قد ظهر عليك. وانتم توم وركين اصحاب صلعم، ولك علاش الناس مش منتبه لكلامكم، لانكم زلتوا مغمي عليكم في ميدان الحضور بين يدي الله وبين رسول يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهل من معتبر؟ فاظن ان الكثير منكم سيعتبرون تو سنوات، ولا النبي خطوره صلعم والناس مازالت نايمه. قالك على مسمين وعي، منين جاكم الوعي؟ اي يجيكم مخر من كما تقول مجد بارواحكم وزكي بارواحكم، يا ربي حرم علي التزكيه. الله يزكي من يشاء، مش يزكي نفسي، يزكي عشيرك، يزكي شريكك. لا يزكي الا الله سبحانه وتعالى، هو اعرف بخلقه واعرف اي نفس تزكى قبل غيرها. والسلام على رسل السلام، بالتمام 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 والكمال.